يا سلام، أحلى شيء إنك تبدأ نهارك مع نباتاتك الحلوين ومع فنجان قهوة. فنجان قهوة واحد يا بخيل؟ عن جد أنت بالفعل إنسان بخيل. أنتو بتعرفوا تحكوا مثلنا مثلكم؟ إيه أكيد بنعرف نحكي مثلكم وأكثر. مفكريننا مثلكم يا هالبشر ما في منكم أي فائدة؟ نحن على الأقل نعطيكم أكسجين، نعطيكم منظر حلو. طيب بس أنا ماني مقصر عليكم بأي شيء، عم أعطيكم سماد وعم أسقيكم بالوعد المناسب. من أسبوع واحد أعطيتكم MBK. للأمانة أنت مانك مقصر معنا، بس ما بتعرف أنه القهوة هي مفيدة إلنا مثل ما أنا مفيدة إلك؟ عن جد أنه القهوة بتفيدكم إلكم كمان مثل ما تفيدنا إلنا؟ طيب شو هي الفوائد؟ لا تاكل هم، تابع الفيديو التالي ورح تعرف شو فوائد القهوة بالنسبة للنباتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. موضوعنا اليوم مثل ما قرأته بالعنوان، رح نتكلم عن فوائد القهوة بالنسبة للنباتات الداخلية، وكيف فينا نستخدم مسحوق القهوة أو تفل القهوة لتغذية النباتات الداخلية والحفاظ على نضارتها وخضرتها. قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسوا أن تضعوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس المهم جدا كي تصلكم فيديوهاتنا على شكل إشعارات في أجهزتكم الخلوية. فلنبدأ. أكيد خلال صفحكم للفيسبوك قريتوا كتير عن معلومات تتكلم عن فوائد القهوة بالنسبة للنباتات الداخلية، لكن السؤال هل هذا الكلام صحيح أم أنه مجرد خرافة أو إشاعة؟ الجواب هو نعم، القهوة مفيدة جدا للنباتات الداخلية، يستمدها بعدة عناصر مغذية أهمها النيتروجين والبوتاسيوم، لكنها فقيرة بالفوسفور والكالسيوم. طبعا تتحلل القهوة بسرعة كبيرة بالتراب وتمد النبات بالعناصر التي ذكرناها من الغذاء، كما أنها تساهم بشكل كبير بتحلل البقايا النباتية كالأوراق المتساقطة على التراب أو نشار الخشب التي نضيفها أو حتى السماد العضوي الذي نضيفه، إذ أن القهوة ترتبط بهذه المواد وتعمل على سرعة تحللها في التراب وبالتالي إتاحتها بشكل أسرع للنبات وامتصاصها بالتالي بشكل أسرع. السؤال المطروح، كيف تضاف القهوة إلى النبات؟ الجواب أن القهوة تضاف إلى النبات على شكل بودرة، يمكننا رشها بمعدل كل 3 أشهر مقدار ملعقة صغيرة على النبات ثم السقاي، أو يمكننا ببساطة وضع عدة ملاعق من القهوة في دلو من الماء وسقاية جميع النباتات التي لدينا، لكن لا يجب الإكثار من القهوة والأسباب سوف ترونها تباعا في الفيديو. لكن كيف تؤثر القهوة على النبات؟ تؤثر القهوة على النبات من خلال ارتباطها بجزيئات التربة ثم تحللها وامداد النبات بعنصري النيتروجين والبوتاسيوم وايضا عنصر المغنيسيوم المهم جدا للنبات، اذ يؤدي عند اضافة مسحوق القهوة او تفل القهوة الى النباتات الداخلية الى زيادة لمعان وخضرة و ألوان النباتات الداخلية، خصوصا تلك النباتات التي تتطلب الحموضة العالية مثل الجاردينيا والقرطاسي، إذ أن القهوة يتميز بأنه محلول ذو pH منخفض أي حموضة عالية، وبالتالي يؤدي إلى معادلة حموضة التربة، إذ أنه عندما تكون لدينا التربة قريبة إلى القلوية عندما نضيف القهوة نقوم بخفض pH نحو الحموضة المتعادلة أو الحموضة الخفيفة، وبالتالي تحسين لإتاحة تلك العناصر وتحسين للنبات والجزر وثم المجموع الخضري، وبالتالي يبدو النبات بحالة زاهية وخضرة مشرقة. أما عن نباتات الفاكهة فإن إضافة القهوة إلى نباتات الفاكهة الحامضية مثل التوت البري والتوت العادي والحمضيات بمختلف أنواعها التي تتطلب حموضة عالية يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة عقد الزهور وزيادة الإثمار. أما عن النباتات التي لا تتطلب حموضة عالية فيجب الحذر عند إضافة محلول القهوة لها، وعند
الاضطرار إلى إضافة مسحوق القهوة لها، يجب إضافة الجير بمستوى مماثل للقهوة. الجير هو كربونات الكالسيوم، متوفر في الصيدليات الزراعية أو في الدكاكين المختلفة، وهو بسعر رخيص بمتناول الأيدي. ما هي استعمالات مسحوق القهوة الأخرى بالنسبة للنبات؟ عند استخدام مسحوق القهوة بالنسبة للنباتات، نقوم بنسره حول ساق النباتات، ويؤدي ذلك إلى إبعاد الحشرات الضارة. لكن ما هو السبب في إبعاد الحشرات الضارة؟ إن الحشرات تكره رائحة القهوة، وبالتالي عندما تقترب من التراب لأكل الأوراق أو لإيذاء الجذور، فإنها تشم رائحة القهوة وبالتالي تنفر من هذه الرائحة وتذهب بعيدا. أمر ذاته ينطبق على الفطريات والبكتيريا الممرضة للنباتات، إذ أثبتت معظم الدراسات أن إضافة مسحوق القهوة بشكل منخفض إلى النباتات يؤدي إلى قلة إصابة النباتات بالفطريات المختلفة، منها البياض الدقيقة والزغبة وبعض البكتيريا الممرضة للنبات. وإن كنت تعاني من القطط التي توقع الأسس الزراعية الخاصة بك، فيمكنك ببساطة إضافة مسحوق القهوة، إذ أن القطط أيضا تنفر من رائحة القهوة ولا تقترب من النباتات المسمدة بالقهوة. أما عن الرخويات الضارة، فبإضافة القهوة إلى التراب فإنها تتضرر وتنخفض نسبتها في التراب، لأن القهوة لها مفعول قوي ضد هذه الرخويات المؤذية للنبات، وبالتالي فإن إضافة القهوة إلى نباتك يؤدي إلى تسميدها جيدا، بالإضافة إلى منع هذه الطفيليات التي ذكرناها سابقا من الاقتراب من نبات. إذن وبدلا من رمي تفل القهوة التي تستهلكها يوميا، يمكنك ببساطة إضافة هذا التفل إلى النبات ليبقى بصحة جيدة، وأيضا تستفيد من إعادة تدوير هذه القهوة، وبالتالي تتحل بالتراب وتمدنا بالمغذيات وتمنع من ظهور هذه الأمراض والحشرات، وأيضا إبعاد القطط عن نباتاتك المفضلة. في تجربة فريدة لإضافة القهوة بالنسبة للنبات القرطاسي الذي يتلون مع اختلاف البيئات المختلف للنباتات، فعند إضافة القهوة فإننا ندفع هذا النبات إلى الوسط الحامضة، وبالتالي الحصول على ألوان أجمل وأغمق من نبات القرطاسي. أما عندما ننقله إلى وسط قلوي، أي أن البيئاتش يكون مرتفع، فإن النبات يعطي أزهارا ذات ألوان غير غامقة وألوان تكون فاتحة. إذن ببساطة لا تحرم نباتاتك من تفل القهوة، ذو الفوائد العظيمة لنباتاتك وخصوصا النباتات الداخلية. شاركونا بتجاربكم، سأترك لكم رابط صفحتنا على الفيسبوك لتخبرونا عن تجاربكم مع مسحوق القهوة. أي سؤال خطر ببالكم يمكنكم تركه لي في التعليقات وسأقوم بالرد عليه. كان معكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. لا تنسونا من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم فيديوهاتنا على شكل إشعارات في أجهزتكم الخلوية. أتمنى أن يكون الدعم أكبر بالنسبة لنا، لأننا بالنهاية قناة مفيدة وتستهدف أن يكون لها أثر مفيد في المجتمع. نتمنى أن تكونوا قد وفقتم بهذه المعلومات التي طرحناها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.